أحسن الله إليكم من أسئلة السائل إبراهيم فضيلة الشيخ، يقول: كيف تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل؟ تكون خالصة لوجه الله عز وجل إذا خلصت من الشرك، إذا خلصت نية صاحبها من الشرك الأكبر، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، ومن الشرك الأصغر كالرياء والسمعة. فإذا خلت من الشرك الأكبر والأصغر صارت خالصة لوجه الله، يعني يكون مقصود العبد وجه الله عز وجل، لا يكون له قصد آخر، أو يكون أو يتخذ مع الله إلها آخر يدعوه ويرجوه ويذبح له وينذر له. نعم.